احنا كشعب مصر احنا عندنا القدره الكافيه من رجال الاعمال ومن البسطاء ان احنا نعوض ده. نتقشف سنه واحده بس، سيادة الرئيس قال سنتين، انا بقول لا ان شاء الله سنه واحده باذن الله هتتبين الرؤيه. عندنا الشعب المصري ان هو قادر على ربط البطون، وان احنا نقدر بعون الله سبحانه وتعالى ان احنا نتعدى هذه المحن الصعبه. عدينا 73 في 6 اكتوبر، وانا كنت الحمد لله ليا الشرف الكبير ان انا كنت من ضمن المقاتلين في قناه السويس. عندنا الثلاث ثورتين في سنه واحده او سنتين ما حدش عملها في العالم كله. كل العالم لعلمكم وانتوا كلكم المصريين الموجودين في الخارج بالذات يعلم جيدا ان احنا عندنا بتدرس في الاكاديميات الشعبيه والعسكريه موجوده ازاي الشعب المصري دوت ان هو بيقدر يقوم بثورتين ويحط اثنين في السجن من رؤساء. ده شعب عظيم مش عارفين يفكوا الجينات بتاعتنا، مش عارفين يفكوها. فهل انتوا الجينات بتاعتنا الصعبه ديت مش ممكن تعدي المرحله الصعبه اللي احنا موجودين فيها؟ لا والله نقدر وان شاء الله نقدر.